السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السبعي قراءة عزيز المرفط الفصل الثالث في السيرة بعد هجرة الحبشة إلى الهجرة للمدينة ألف الوقائع التاريخية تتميز أحداث هذه الفترة بالوقائع البارزة التالية أولاً مات أبو طالب عم الرسول في السنة العاشرة من البعثة، وكان في حياته شديد الدفاع عن ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش لا تستطيع أن تلان النبي بأذى في نفسه طيلة حياة أبي طالب احتراما له وهيبة، فلما مات أبو طالب جرأت قريش على تشديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت وفاته مبعث حزن عميق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد حرص النبي ان يقول ابو طالب كلمه الاسلام وهو على فراش الموت فابى خشيه ان يلحقه العار من قومه ثانيا ماتت خديجه رضي الله عنها في تلك السنه نفسها وقد كانت خديجه تخفف عن الرسول همومه واحزانه لما يلقاه من عداء قريش فلما ماتت حزن عليها حزنا شديدا وسمي ذلك العام الذي مات فيه عمه ابو طالب وزوجه خديجه عام الحزن ثالثا ولما اشتد على الرسول كيد قريش واداهم بعد وفاه عمه وزوجته توجه الى الطائف لعله يجد في ثقيف حسن الاصغاء لدعوته والانتصار لها ولكنهم ردوه ردا غير جميل واغروا به صبيانهم فقذفوه بالحجاره حتى سال الدم من قدميه الطاهرتين ثم التجا الى بستان من بساتين الطائف وتوجه الى الله بهذا الدعاء الخاشع اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني او الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او تحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك رابعا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف دون ان تستجيب ثقيف لدعوته اللهم إلا ما كان من إسلام عدّاس غلام عتبة وشيبة بن ربيعة، وكان غلامًا نصرانيًا، طلب منه سيداه أن يقدم قطفًا من العنب إلى الرسول، وهو في البستان لم لما رأيا من إعيائه وتهجم ثقيف عليه، فلما قدم عدّاس العنب للرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ الرسول يبدأ في أكله قائلا: بسم الله. فلفت ذلك نظر عدّاس، إذ لا يوجد في القوم من يقول مثل هذا، وبعد حديث بين عدّاس والنبي أسلم عدّاس، خامسا، وقعت معجزة الإسراء والمعراج وقد اختلف في تاريخ وقوعها، والمؤكد أنها وقعت قبل الهجرة في السنة العاشرة من بعثته أو بعدها. والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنهما وقعا في ليلة واحدة يقظة بالجسد والروح أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم عاد إلى بيته في مكة تلك الليلة وأخبر قريشا بأمر المعجزة فهزئت وسخرت وصدقه أبو بكر وأقوياء الإيمان. سادسا، وفي هذه الليلة فرضت الصلوات خمسا على كل مسلم بالغ عاقل. سابعا، وفي أثناء مرور الرسول صلى الله عليه وسلم على القبائل في موسم الحج كعادته في كل عام لدعوتهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوتان، وبينما هو عند العقبة التي ترمى عندها الجمار. لقي رهطا من الأوس والخزرج فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وكان عددهم سبعة ثم عادوا إلى المدينة فذكروا لقومهم لقياهم النبي صلى الله عليه وسلم وما دانوا به من الإسلام. ثامنا وفي العام التالي إلى اثني عشرة سنة من البعثة وافى موسم الحج اثني عشر رجلا من الأنصار. فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، فلما عادوا أرسل معهم مصعب بن عمير إلى المدينة ليقرأ المسلمين فيها القرآن ويعلمهم الإسلام. فانتشر الإسلام في المدينة انتشارا كبيرا. تاسعا وفي العام الذي يليه حضر من الأنصار جماعة في موسم الحج فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستخفين وكانوا سبعين رجلا وامرأتين وبايعوه على النصرة والتأييد وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم وعادوا إلى المدينة بدأ بعد أن اختار منهم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم. باء الدروس والعظات أولا قد يحمي الدعاة أحد أقربائه ممن ليس على دعوته وفي ذلك فائدة للدعوة حين تكون مستضعفة إذ يمنع الأشرار من العدوان على حياته أو مسه بأذى فعصبية القبيلة والعائلة قد يستفيد منها الداعية في حمايته وحماية دعوته إذا لم يسايرها على ما هي عليه منكرات. ثانيا، الزوجة الصالحة المؤمنة بدعوة الحق تدلل كثيرًا من الصعاب لزوجها الداعية إذا شاركته في همومه وآلامه، وبذلك تخفف عنه عبء هذه الهموم، وتبت في نفسه الاستمرار والثبات، فيكون لها أثر في نجاح الدعوة وانتصارها. وموقف السيده خديجه رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الاعلى لما تستطيع الزوجه المؤمنه بدعوه الخير ان تلعبه من دور كبير في نجاح زوجها الداعيه وثباته واستمراره في دعوته فقد مثل هذه الزوجه في احتدام معركه الاصلاح خساره كبيره لا يملك معها زوجها الداعيه إلا أن يحزن ويأسى، ثالثاً: والحزن على فقد القريب الحامي لدعوة الحق غير المؤمن بها، وعلى فقد الزوجة المؤمنة المخلصة حزن تقتضيه طبيعة الإخلاص للدعوة، والوفاء للزوجة المثالية في تضحياتها وتأييدها، ولذلك قال الرسول لما مات أبو طالب: رحمك الله وغفر لك. لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله فاقتدى المسلمون برسولهم يستغفرون لموتاهم المشركين حتى نزل قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية 113 من سورة التوبة فامتنع النبي عن الاستغفار لأبي طالب كما امتنع المسلمون عن الاستغفار لموتاهم ولذلك أيضا ضل الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يذكر فضل خديجة ويترحم عليها ويبر صديقاتها حتى كانت عائشة تغار منها لكثرة ما كانت تسمع من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقد روى البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها ولربما ذبح الشاة ثم يبعثها في صدائق اي يبعثها الى صديقه خديجه فربما قلت له كان لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه فيقول انها كانت وكانت وكان لي منها ولد رابعا في توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد أن أعرضت عنه مكة، دليل على التصميم الجازم في نفس الرسول على الاستمرار في دعوته، وعدم اليأس من استجابة الناس لها، وبحث عن ميدان جديد للدعوة بعد أن قامت الحواجز دونها في ميدانها الأول. كما أن في إغراء ثقيف صبيانها وسفهائها بالرسول دليلا على أن طبيعة الشر واحدة أينما كانت، وهي الاعتماد على السفهاء في إيذاء دعاة الخير، وفي سيل الدماء من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم، أكبر مثل لما يتحمله الداعية في سبيل الله من أذى واضطهاد. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في البستان ذلك الدعاء الخالد، ففيه تأكيد لصدق الرسول في دعوته، وتصميم على الاستمرار فيها مهما قامت في وجهه الصعاب، وأنه لا يهمه إلا رضا الله وحده، فلا يهمه رضا الكبراء والزعماء ولا رضا العامة والدهماء، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. كما أن فيه استمداد القوة من الله باللجوء إليه، والاستعانة به عندما يشتد الأذى بالداعية، وفيه أن خوف الداعية كل الخوف هو من سخط الله عليه وغضبه، لا من سخط أي شيء سواه. خامساً: في معجزة الإسراء والمعراج أسرار كثيرة نشير إلى ثلاثة منها فحسب. أولًا: ففيها ربط قضيه المسجد الاقصى وما حوله بقضيه العالم الاسلامي اذ اصبحت مكه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم مركز تجمع العالم الاسلامي ووحده اهدافه وان الدفاع عن فلسطين دفاع عن الاسلام نفسه يجب ان يقوم به كل مسلم في شتى انحاء الارض والتفريط في الدفاع عنها وتحريرها تفريط في جنب الإسلام وجناية يعاقب الله عليها كل مؤمن بالله ورسوله وثانيا فيها رمز إلى سمو المسلم ووجوب أن يرتفع فوق أهواء الدنيا وشهواتها وأن ينفرد عن غيره من سائر البشر بعلو المكانة وسمو الهدف والتحليق في أجواء المثل العليا دائما وأبدا، وثالثا فيها إشارة إلى إمكان ارتياد الفضاء والخروج عن نطاق الجاذبية الأرضية، فلقد كان رسولنا في حادثة الإسراء والمعراج أول رائد للفضاء في تاريخ العالم كله، وأن ريادة الفضاء والعودة إلى الأرض بسلام، امر ممكن ان وقع لرسول الله بالمعجزه في عصره فانه من الممكن ان يقع للناس عن طريق العلم والفكر سادسا في فرض الصلاه ليله الاسراء والمعراج اشاره الى الحكمه التي من اجلها شُرحت الصلاه فكان الله يقول لعباده المؤمنين اذا كان معراج رسولكم بجسمه وروحه الى السماء معجزه فليكن لكم في كل يوم خمس مرات معراج تعرج فيه ارواحكم وقلوبكم الي ليكون لكم عروج روحي تحققون به الترفع عن اهوائكم وشهواتكم وتشهدون به من عظمتي وقدرتي ووحدانيتي ما يدفعكم الى السياده على الارض لا عن طريق الاستعباد والقهر والغلبه بل عن طريق الخير والسمو عن طريق الطهر والتسامي عن طريق الصلاه سابعا وفي عرض الرسول نفسه على القبائل في موسم الحج دليل على ان الداعيه لا ينبغي ان يقتصر في دعوه الناس الى الخير ضمن مجالسه وفي بيئته فحسب بل يجب ان يذهب الى كل مكان يجتمع فيه الناس او يمكن ان يجتمعوا فيه وانه لا ينبغي له ان يياس من اعراضهم عنه مره بعد اخرى فقد يهيئ الله له انصارا يؤمنون بدعوته الخيره من حيث لا يفكر ولا يحتسب وقد يكون لهذه القله التي تهتدي به في بعض المناسبات شان كبير في انتشار دعوه الحق والخير وفي انتصارها النصر النهائي على الشر واعوانه فلقد كان لايمان السبعه الاوائل من الانصار الذين التقوا برسول الله اول مره ما ادى الى تغلغل الاسلام في المدينه وكان لهذا التغلغل اثر في انتشار الاسلام وسيطرته عليها مما مهد للمؤمنين المضطهدين في مكه ان يجدوا في المدينه مهاجرا يتمركزون فيه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم موئلا امينا يقيم فيه دولته ويبث منه دعوته وينطلق منه اصحابه الى مقاومه الشرك والمشركين بالحروب والمعارك التي كانت نهايتها انتصارا خالدا للايمان وهزيمه ابديه للشرك فرضي الله عن الانصار من اوس وخزرج كم كان لهم على الاسلام والمسلمين والعالم كله من فضل لا ينتهي خيره ورضي الله عن اخوانهم المهاجرين الذين سبقوهم الى الايمان وضحوا في سبيله بالغالي من الاموال والاوطان والحقنا بهم جميعا في جنه الرضوان.